يا جماعة لو حد حماته زي حمة ياسمين اهربي. تعرف ان دي اكتر صورة بحبها في صور الفرح اللي حضرتك فيها في نصي. بس كنت مكشرة قوي. اول ما اتكلموا معايا في ان انا اعمل مسلسل كوميدي اترعبت، حسيت اللي هو لا مش انا. بس لما قعدنا مع بعض حسيت ان الموضوع اصلا سطل، وانه اللي بيضحك هي الموقف، فحسيت ان انا تحمست. والكوميديا الاستاذ خالد وهشام بيحبوها اللي هي البوكر فيس، اللي هي المواقف نفسها هي اللي بتضحك، فتحمست. اللي عايز يعمل زيها دلوقتي ويتحرك يتفضل يمشي. ايه ده؟ ليه قلتي كده؟ معرفش. كنا بنتكلم في انه ازاي هنخلي الشخصيه دي قد ما نقدر قريبه للناس عشان الناس تريليت ليها، ان هي تبقى كاركتر من لحم ودم فعلا، مش لازم تبقى خالص بيرفكت، هتبقى عندها مشاكلها في البيت، هتبقى عاديه جدا، كل الحاجات دي. فعشان الناس ما تيجي تتفرج تحس ان هو فعلا انا لما ولدت كنت تعبانه كده، او كنت مليانه شويه، او whatever. انا عايزه اقول لك ان انا بيجي لي ايميلات انه عشان خاطري يا استاذه ياسمين ما تتطلقيش من حمدي، دكتور حمدي بيحبك، هادي هي لو وقعت ما بينكوا، الموضوع بجد مأثر فيهم قوي. يا ابرتك يا زوجي، من جميع مستحقاتي جميع مستحقاتي اطلقني على ذلك. اي حاجه كان فيها مصطفى غريب ما كناش بنعرف نصورها مبدئيا من كتر الضحك. هو اصلا لما بيدخل في طاقه كده في المكان بتتغير، بيدخل بسماعات ومشغل حكيم في كده. يا جماعه عربي ده حقيقي في الحقيقه مبدئيا، دي شخصيته في الحقيقه. الفلوس هي اللي كل حاجه، وانا الحمد لله عندي شهاده في البنك ب 10000 جنيه مصري، مقدم على شقه في اسكان الشباب. طبعا انتصار من عينيا وتجيب لك حاجه غلط. فاطمه انا متخيله ايمان السيد بحله محشي على طول، ريم خوري متخيله فتوش وحاجات سوري ولبناني. طبعا نهى عابدين متخيلها بديتول وحاجات بتنضف بيها وفرشه سنان طول الوقت. انجي وجدان بالمنيو بتاعتها بالاسعار بالحاجات. مي كساب متخيلها بتسرق دولابي كله. انعام سلوسه السبيكرز طبعا وها والحاجات دي. لا بجد كلهم خطار. وهاديه طبعا موقعتيه بنت لذينه. من نبي النبي نبي، انت ست اصيله. انا مش عارفه انت ازاي طول الوقت بتقولي عليه ان هو زي ابنك، وهو طول الوقت بيقول عليك ان انت ست مطنعره. اقول للناس شكرا ان انتوا قعدتوا تتفرجوا وتتفاعلوا مع الحاجات وتعملوا ستيكرز وحاجات بالتخن وكده. وحقيقه عندي مشكله انه انا كنت متاثره جدا، ده من اكتر المسلسلات اللي اتاثرت فيها وانا ماشيه فعلا، عشان حسيت ان هو لا انا عايزه اصور المسلسل ده 365 يوم في حياتي، وهعمل كوميدي تاني. والله ليه لا، بس على حسب بقى، لو حاجه لذيذه ودمها خفيف والناس تريليت ليها وتضحك عليها ليه لا.